بكم في استعراض الأحداث والمصطلحات الاقتصادية في أكاديمية تعليم التداول للمستثمرين. مصطلح اليوم هو صافي الدخل. صافي الدخل هو المصطلح الذي يستخدم عادة للإشارة إلى ربح الشركة، وهو يمثل مقدار المال الذي بقي للشركة إن بقي بعد أن دفعت تكاليف ممارسة الأعمال التجارية، المرتبات، المواد الخام، الضرائب والفوائد على القروض إلى آخره. سؤال حقيقي هو ما الذي يتم احتسابه في الدخل؟ هناك العديد من الصيغ. الدخل من العمليات المستمرة على سبيل المثال يتضمن أرباح هذا العام من نفس الأعمال والخطط والخدمات التي كانت قبل نحو عام. يتم استبعاد العمليات التي تم بيعها أو إغلاقها على افتراض أنها لم تخلق المزيد من المال للمستثمرين. فضل بعض الناس النظر إلى EBITDA، وهو مصطلح الذي طور في وول ستريت ويعني الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء، وبعبارة أخرى الدخل قبل تلك التكاليف. مع مرور الوقت بدأت الشركات باستبعاد عدة أنواع من الأشياء من الدخل التشغيلي مع تأثير التضخم المصطنع على الأرباح التي ذكرت. عندما تدفع شركة خيارات أسهم للمديرين التنفيذيين على سبيل المثال، تلك لا تعتبر تكاليف، على الرغم من أن العديد من المحللين والمحاسبين يعتقدون أنها ينبغي أن تعتبر تكاليف.